أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج انطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع يومي 27 و28 من مارس الجاري، وذلك تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، وتتضمن استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد. يعني دكتور علي، مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. يعني إن شاء الله إحنا في انتظار مصر تستطيع، ولكن خاص بالصناعة في الشهر الجاري. حيناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة واستعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية أيضا دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر. يعني بتقدير حضرتك وبرأي حضرتك، ما هي آليات دعم وتطوير المجتمعات الصناعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا في ظل التحديات اللي بيشهدها العالم كله، أصبح أمر توطين الصناعة والعمل على زيادة حجم الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هي متمثلة في الصناعة والزراعة أصبح أمر غاية في الأهمية، وإزاي إن الدول كلها ومن ضمنها مصر تسعى لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، ومن هنا إزاي إن يبقى في استراتيجية واضحة اتجاه الصناعه، ازاي ان احنا نقدر نروج للفرص الاستثماريه الواعده في هذا القطاع، العمل على استغلال الموارد المتاحه والخبرات المتوفره، وكمان ازاي ان المؤتمر يقدر ان هو ينقل لنا خبرات المصريين المتميزين في هذا القطاع في الخارج، وبالتالي ده امر مهم جدا علشان نقدر ان احنا ناخد خطوات جاده وخطوات مهمه اتجاه توطين الصناعة والعمل على الوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، العمل على زيادة حجم الصادرات الصناعية، ومن هنا ده اللي بيجي دور مهم جدا لهذا المؤتمر، بحيث إن يكون في لغة حوار حقيقية وجادة ما بين الحكومة والمسؤولين من جانب، وما بين القطاع الخاص من جانب آخر، وعرض لي كافة الفرص والتحديات في هذا الأمر. طب بتقدير حضرتك، بما أن حضرتك أستاذ اقتصاد، يعني كيف نجد أدوات تحفيز الاستثمار أيضا والصناعة وربطها بسوق المال على أرض الواقع؟ الفكرة كلها أن احنا بدأنا خلال السنوات الماضية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر والعمل على تسهيل العقبات، كان في تنسيق واضح ما بين كافة المؤسسات لزيادة حجم الحوافز والفرص للاستثمار بشكل عام وبالأخص في قطاع الصناعة. الدولة بدأت بمجمعات صناعية، بدأت بتعديل في القوانين والتشريعات المنظمة للصناعة، ومن ضمنها طبعا قانون التراخيص الصناعية. ابتدينا ان احنا نتحرك بخطوات كبيرة جدا سواء على مستوى الصناعات الكبرى، محفزات يعني يا دكتور، محفزات او حتى على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، دي كلها كانت ادوات وجهود مهمة جدا. ميزة المؤتمرات والمحافل ان هي تبتدي تروج للجهود اللي تم بذلها، وفي نفس الوقت يبقى هناك فرص لتقديم المزيد للمصنعين ورجال الاعمال، في ظل كمان ان قطاع الصناعه عالميا بيشهد كثير من التحديات، يعني ارتفاع تكاليف الطاقه وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج، دي كلها تحديات. ازاي ان الحكومه تقدر ان هي تساند قطاع الصناعه والمصنعين في الوقت الراهن، لان ده كمان اللي هيقدر يشجع دخول مصنعين جدد في الاقتصاد. برأيك دكتور علي، ايه اهم البنود اللي من المفترض انها تكون موجوده على طاوله المناقشه في المؤتمر؟ اعتقد ان يمكن احنا شفنا ان في جزء مهم جدا هيتم تناوله، واعتقد ده في محله، وهو الجزء الخاص بالمشروعات الخضراء انجاز التعبير، عمليه التحول للاقتصاد الاخضر. ده جزء دلوقتي بقت بتهتم بيه الدوله بشكل كبير والعالم كله في ظل قضايا تغير المناخ. اعتقد ان احنا كمان الفتره اللي فاتت عملنا كتير من المشروعات اللي ليها علاقه
بالطاقة الجديدة ومتجددة والطاقة النظيفة. فكرة إن إحنا نستكمل هذه الخطوات وإن يبقى في مشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص ده أمر غاية في الأهمية، لأن نعم. لن تستطيع الدولة وحدها فعل كل شيء. مشاركة القطاع الخاص هي مشاركة مهمة وسيادة الرئيس والحكومة بيأكدوا عليها بشكل مستمر، وبالتالي توجيه القطاع الخاص للعمل في مثل هذه المشروعات أكيد بيعود بالنفع على القطاع الخاص وعلى الدولة نعم. وعلى المواطن بعد كده. نعم دكتور علي الإدريسي، شكرا جزيلا لك.